نحن هنا بالقرب من سوق القيصرية التاريخي. هذا المكان، هذا الموقع يعتبر إحدى المواقع الستة التي دشنتها هيئة التراث تعاون مع محافظة الأحساء وأمانة الأحساء. هذا الموقع يعتبر من أكبر المواقع الستة والتي تزخر بطابع تراثي، لا سيما وأننا نقع في وسط الهوف التاريخي وبقرب من أيقونة الأحساء سوق القيصرية. هناك المعزوفات الشعبية، هناك الجلسات العائلية، هناك العصر الثقافي الكبير، تستقبلك أيضا القهوة السعودية كما هو الحال في المدرسة الأميرية، وأيضا منزل البيعة، وأيضا حديقة الحوت وقصر إبراهيم، وعدد من المواقع الكبيرة التي سوف تستمر بإذن الله تعالى إلى 26 من هذا الشهر. ونشر الأمانة على ما بدأت من جهد وتنسيق لهذا المكان الطيب. والحقيقة هذه يجب أن تكون فعالية على الأقل كل 6 شهور يعمل لنا فيها فعاليات على أساس يتحرك السوق والناس تقصد القصرية يكون أكثر من سواح، من زوار، من أهل البلد. فالحقيقة انعشت السوق وانعشت المنطقة كلها العسل. ننتظر الإقبال والزوار من داخل الأحساء ومن خارج الأحساء ومن خارج السعودية أيضا. نحن مستعدون والأحساء ترحب بكم.